بونجورنو سينيوري. مش برضك الحاج احسن الصبي ساكن هنا؟ بيان اموري، ذاك روميو. لا والله تشكر يا متولي، لازم نشد له تلغراف. بيان جمي. بس انت العافيه، مقابلتهم حلوه. بيان اموري، بيان. وانت كمان ما تحرمش منك. بيني بيني ان شاء الله بيني أمور بيني قوي يعني. ده البص على كيف هنا، ده احنا ليلتنا زرق، ليلتنا زرق. يا نهار ازرق، ده الراجل خلفيته كلها بنات. بيني الله يخليك، الله يكرمك، الله يخليك. لا اصلني محصور وعايز اروح بيت الراحه يعني. مره تانيه، مره تانيه يعني. الحاج احسن، اهلا يا حاج احسن. اهلا، ده مش الحاج احسن، ده الحاج بام يا باين. هو في ايه، هو في ايه مالك؟ السنيوري مولتو بيلو. مره ثانيه بس، كفايه. ده حتى قدر السلام يقل المعرفه. اجري يا بنت، مش ندور نده لابوكي. سكاري اورينتالي. اورينتالي مين؟ انا عنتر. عنتر، هو انتوا تعرفوني؟ والفراولة بتاعي الفراولة. ايه فراولة بتاعي الفراولة؟ ايه الفراولة بتاعي الفراولة؟ ايه الفراولة بتاعي الفراولة؟ المنور يا حاج احسن، يا قديم يا بتاع هيصغر انت. والفراولة بتاعي الفراولة. ايه الفراولة بتاعي الفراولة؟ الفراولة بتاعي الفراولة. يا سلام، يا سلام على مصر ورايح مصر. ايه وما هو دي الحاج احسن. اهلا يا حاج احسن يا صبي، الحمد لله انك وصلت بالسلامه. بناتك قاموا بالواجب وزياده. بناتي؟ ايوه امال. بالاذن اروح اجيب حاجاتي ونرجع نتكلم. ها؟ هتكلم في ايه ده؟ حاجه ايدك امسك يا بلع، الخواجات دي حرامي يا رجاله، حرامي. بساعة كده ليه يا اخي؟ الحقني يا حاج احسن، الراجل السواق لها في اللي قدامي واللي ورايا. ايه؟ لها في اللي قدامي واللي ورايا، حتى القرشين اللي معاه لهفهم. طيب انا هتدبر ازاي دلوقتي؟ ايه؟ ده بقى قدام بيتك يا حاج احسن، والسرق برضه. اولا انا مش حاج، ولا اسمي حسن من اصله، انا زيكو. زيكو؟ زيكو مين؟ امال الحاج احسن فين؟ برضه ده مكان تدور فيه على حجاج. فزار عليك شارب حاجة. شارب حاجة؟ هو أنا لحقت آخد نفسي؟ والله طبلت على دماغك يا عنتر يا ابن تفيدي، والله طبلت على دماغك. أنت مستورة اسماعيل طه؟ يا لهوي، أيوان يا صلاة النبي أحسن. أيوه. نهارنا نادي، تعرفي تمضي؟ يا ريت. طب هاتي إيدك وخديه. ما شاء الله، صابع زي الملبن، يستهلوا يتلفوا بحرير بالحنين هنا. ايوه بالحنين، اتفضل. ايه دي؟ تلغراف؟ لا وانت صادق، ده حكم من المحكمة المستعجلة عشان تخلي الارض لصاحبها. صاحب ايه؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ الورق هو اللي بيقول، مش انت مستورة اسماعيل طه؟ ايه؟ بس انا لا بعت ولا اشتريت. جايز راجلك هو اللي باع؟ يا جدع ده انا راجلي مش في مصر خالص. ما عندوش نظر ابدا. احنا فيه ولا فيه؟ ما تفهمني ايه اللي انت بتقوله دي؟ لا دي بقى عايزه لها قعده ست مستوره، افوت عليك العصريه، نشرب الشاي على رواقه وناخد وندي مع بعض. خدوك لسبيتاليا، ما توعى ترجع يا بعيد. بقى داخل عليا بالحنجل والمنجل لاجل ما تبصمني على بقى الارض. لا في الورقه اللي بصمتني عليها بقول لك. بالحنين يا ست مستوره. بالحنين يا عيني، بالحنين. جابين الورقه يا بعيد. طمنيني ومع بالك. بالحنين. لما رجعتها لا اكون فتحت تحت اللحمه في السوق. وانت يا صابر، وانت يا صابر، وانت يا صابر، تعالى الحرج اللي طلالي ده قبل ما يمشي. هات الورقه، بقول لك هات الورقه. بالحنين يا استاذ مرتضى، بالحنين. فين يا ام محمد؟ بلاوي بتتحدث عليه؟ بصمني على ورقي ومش عارفه ابصر ايه، ولما كلمه يزود معايا في الكلام. بقى مرة تيجي تسجل تعمل كده؟ ايه؟ رجع لها بصمتها، بقول لك دلوقتي من سكان. هو ايه الحكايه يا اخوان؟ هو انتوا ما قدرتوش على الحمار؟ هتتشطروا على البردقه؟ يا ست انا بنفذ شغلي، المحكمه بتقول كده. تقول
تاني معايا الحج اطصها في عين اللي يستجري ويهرب ناحيتي. خلاص انت حره نفسك، روح قولي كده اللي خدوا عليك الحج. على فين يا اخوي؟ لا فين على بصمه ام محمد دلوقتي؟ سيبه يروح لحال، انا لازم اشوف لي صرف. انت هتخدمهم بالصوت قبل ما يغلبوكي؟ ما قلنا لك تبيعي بالتراضي، انت اللي تخنت مخك. قوم تسقني عين عينك يا عباس شندويلي، تعبنا على المفتري يا شيخ. بقول لك ايه، حوادتني سوان، انا مش فاضيلك. الورق معاك يا هو، مكتوب تم البيع والمشتري هو مدحت بيه. يا لهوي، يبقى بيه وحرامي؟ لو انت صادقه ده مهندس قد الدنيا، ده اتخن من شيخ المنصر. طيب يا مدحت بيه، والنبي لا اكون مبهدله عيشته. انت حره ان شاء الله تندغيه. ايه امشي، يلا امشي، خليك انت ما تمشيش، خليك عنتر، مفيش فايده، للاسف العقد ده مزور. مزور؟ خد بايدي. امشي امشي، بتتفرجوا على ايه؟ بقول لكم العقد مزور، يعني مش هشتغل في جاني العنب الساعه 5 جنيه والحسابه بتحسب؟ اخص عليك يا متولي.